تحت رعاية معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة، عقد المؤتمر الدولي الأول للجمعية البحرينية للتمريض والقبال، وذلك بحضور سعادة وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن بمشاركة العديد من المتحدثين من ذوي الخبرة. تضمن المؤتمر موضوعات هامة لتبادل الخبرات المتعلقة بالرعاية الصحية للمرضى وقيادة التمريض وتعليمه والقبالة وأبحاث التمريض بهدف تعزيز وتطوير مستوى مهنة التمريض. تحت شعار الممرضات صوت للقيادة، الاستثمار في التمريض من أجل الأمن الصحي، جاء المؤتمر الدولي الأول للجمعية البحرينية للتمريض والقبالة، والذي يهدف بتصميمه المهني والعلمي إلى جمع الممرضات والقابلات من جميع أنحاء العالم معا تحت سقف واحد، بهدف وضع الاستراتيجيات واقتراح الحلول للعديد من تحديات التمريض والقبالة. طبعا اليوم مؤتمرنا مهم جدا، أهميته تكمن في أنه أول مؤتمر عقب 30 سنة يحدث في البحرين في منطقة الخليج العربي، والمؤتمر جدا مهم بالنسبة للتمريض والقبالة لأنه يحدثنا أو يخبرنا بكل التطورات الجديدة مستجدات في التمريض وفي الولادة والبحوث الطبية في العناية بالمرضى على جميع المستويات. أهمية هذا المؤتمر أن فيه متحدثين وخبراء من الوطن العربي ومن العالم. أنا فخورة جدا بالنسبة لي كمؤسس أحد أعضاء المؤسسين لجمعية التمريض البحرينية وفي أول مجلس إدارة كمقررة، جدا فخورة أن اليوم نحتفل. التجارب اللي رايحين نثريها مثل ما قالت معالي الوزيرة أن نثريها إن شاء الله بالتبادل، وهناك تجارب ناجحة من البحرين ممكن كذلك نبلغها للآخرين أن يستفيدون من تجربة البحرين في نظرة المؤسسة الصحية والمنظومة الصحية. تم تقديم أكثر من 100 ورقة تجمع بين جلسات ورش العمل المتزامنة للمؤتمر، وتضمن ذلك محاور عدة من أهمها حوكمة وقيادة التمريض والقبالة والممارسة القائمة على الأدلة ونشر المعرفة والرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المحاور الهامة في مجال التمريض. صار لنا ولله الحمد سنة وإحنا نحضر لهذا المؤتمر، طبعاً تعرفين المؤتمر عالمي ويحتاج إلى فترة طويلة للتحضير. أهم محور في المؤتمر هو يعني تطوير القيادات والاهتمام في الممرضين والممرضات من ناحية تطويرهم العلمي، هذه بعد من المحاور اللي وايد وايد مهمة عندنا. كذلك عندنا محور لتطوير الأبحاث العلمية، هذه المحاور الرئيسية في المؤتمر. طبعاً المؤتمر شعاره هو الاستثمار في التمريض والقبالة من أجل الأمن الصحي والتنمية، وإحنا جداً سعداء أن عندنا حضور وأوراق كثيرة، أكثر من 80 ورقة علمية من دول الخليج ودول إقليم شرق المتوسط وأيضاً من دول أخرى في العالم. طبعا هذا المؤتمر بحط البحرين يبين مكانة البحرين أنها رائدة في دعم المجالات الطبية، وبيبرز البحرين بصورة مشرفة إن شاء الله على مستوى العالم إن شاء الله. عقد المؤتمر الدولي الأول للجمعية البحرينية للتمريض والقابلات يأتي من منطلق إيمان الجمعية بأن المؤتمرات منصات هامة لتبادل المعرفة والتواصل وإنشاء أفكار جديدة لخدمة القطاع الصحي ككل.